الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النهاردة بإذن الله تعالى معنا تفسير الجزء الثاني من سورة النازعات. كنا بدأنا المرة الماضية وإحنا في سلسلة تفسير جزء عامة، بدأنا خلصنا تفسير سورة النبأ على جزئين، وبدأنا في تفسير سورة النبأ خدنا الجزء الأول منها. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على الصورة، قصة الصورة عموما، مكية صورة مكية طبعا، اتكلمنا عن موضوع الصورة وسياق الصورة، اتكلمنا على مطلع الصورة لغاية ما وصلنا إلى قصة موسى مع فرعون. طبعا احنا اتكلمنا عن سورة النازعات تدور أساسا حول إثبات البعث والكلام على يوم القيامة، وبدأت بخطاب يعني نازعات غرقا ناشطات نشطة، تتكلم عن أحوال نزع الروح من الكافرين والمؤمنين، وبدأت بالكافرين لأن المخاطب أساسا بهذا الأمر المنكر، لأن المنكر هو اللي بيحتاج إثبات. وطبعا كان الخطاب في سورة النبأ كان نوع فيه لين شوية، وتجد الخطاب اشتد في سورة النازعات، وكان أنا بتدرج مع المخاطب، بدأت معاك باللين، بعد كده يبتدي نوع من الترهيب للمخاطب إن هو يعني إذا لم تستجب بعد كل هذه البراهين فانظر إلى العاقبة. نازعات غرقا ناشطات نشطا سابحات سبعا، نتكلمها بقى في الايه، مساله ان ديه الملائكه والقصه والخلاف اللي فيها، اتكلمنا عن الرجفه والرادفه والقصه ديت، وبعد كده تجيلنا قصه موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. واللي عايز يسمع الجزء الاول هو موجود باسم تفسير سوره النازعات الجزء الاول. النهارده هنبدا من قوله تعالى: هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى الآيات. زي ما تعودنا إن إحنا لازم تأكد إن القرآن يعني تلاقيه تحس إنه ماشي في السياق واحد. ممكن أنت تتوهم للوهلة الأولى إن أنت مش فاهم إحنا إيه اللي طلعنا الموضوع ده ودخلنا الموضوع ده، لكن مع شيء من التفكر بسهولة جدا تقدر تربط الآيات الجديدة ديت بالسياق عادي. والسياق زي ما قلنا طريقة القرآن بديعة عندما يعرض أي قضية، يعني مش ضروري يكون الموضوع صريح كده زي ما انت متخيل. دايما هنتكلم النهارده على البعث فواحد اتنين تلاتة اربعة، انما ربنا ينوع الوسائل الدعوية وينوع طرق الاقناع. فالكلام ممكن يكون بالترغيب، ممكن يكون بالترهيب، ممكن يكون بالدليل العقلي، ممكن يكون بذكر قصة، ممكن قصة ما يعني تحس انها مفيش ارتباط مباشر بالبعث لكن هي لها فائدة قوية جدا. هل اتاك حديث موسى هذه الرسالة المفترض تصل الى اهل مكة لأنكم مكذبون بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا فرعون أشد منكم وأقوى منكم وبلغ ما لم تبلغوا وكان تكذيبه أشد منكم وأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكان في نوع من التهديد لأهل مكة إذا لم تستجيبوا لدعوة محمد عليه الصلاة والسلام كما فعل فرعون مع موسى، كذب عصى أدبر يسعى حشر نادى كما تفعلون بالضبط. أنتم تكذبون وتحشرون وتنادون وتجمعون وتشوهون الدعوة، نفس القصة بالضبط. وأنتم جميعا تعلمون أن فرعون أخذه الله نكال الآخرة والأولى، زي ما نتكلم على إيه الآخرة وإيه الأولى، لكن هي رسالة لأهل مكة فيها نوع من الترهيب أن استجيبوا ويعني استسلموا لله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي يوم لكم مثل يوم فرعون، فحينها لن يقبل منكم صرفا ولا عدلا. تمام، فتبدأ الآيات: هل أتاك حديث موسى، وهذا نوع من الخطاب في جذب الانتباه، هل أتاك حديث موسى، ثم لم تأتي القصة مباشرة، هل أتاك حديث موسى، هذا نوع من إيه لفت الانتباه للمخاطب لكي ينتبه إلى الخطاب. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، تلاحظ هنا إن القصة اختارت مشاهد محددة من القصة، وده طريقة يعني بحث بديع ممكن إنسان ينشغل بيه، وإيه هي ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر المشهد ده في الصورة دي، وليه المشهد ده في الصورة دي، وليه المشهد ده في الصورة دي. لا شك إن دايما هتجد ارتباط بين اختيار المشهد وبين موضوع الصورة، مش كل حتة في القرآن يروح جايب الصورة كلها القصة كلها، إنما يختار منها إيه حاجات معينة وألفاظ معينة كمان، فتجد في أثر واختيار معين ليه اختار اللفظ ده في الصورة دي وليه اتكلم عن المشهد دوت من القصة في الصورة دي. ده موضوع إيه يطول، وممكن واحد يجتهد في الموضوع دوت ويعمله رسالة ماجستير مثلا، ده موضوع قيم جدا. ليه المشاهد اختار وإيه علاقة المشاهد القصصية بمواضيع الإيه الصور. تمام، فهنا القصة جت مختصرة جدا
لأن المقصود مش تفاصيل اللي حصل والسحرة وجوم وبتاع وراحوا، لا هو المقصود خلاصة إن فرعون كذب أهلكناه بس، يعني إيه هو الموضوع أبسط من كده، مش مطلوب تفاصيل أكتر. فالقصة هنا مختصرة جدا عن مواطن كتير في القرآن تم بسط القصة فيها. طبعا هتجد المواطن البسط فيها قصة يعني ده طول يعني، خلاص خلينا نركز في النزاعات عشان ما نطولش. قوله تعالى هل أتاك حديث موسى، إيه اللي حصل؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وكان ده في إثبات رسالة مشابهة، أنتم تكذبون أن محمد عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي. موسى عليه السلام ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اسألوا اليهود ألستم تعظمون اليهود؟ كانت العرب تعظم اليهود وتعتقد أنهم أهل ديانة وكانت تصدقهم، حتى لما يعني احتاروا في النبي عليه الصلاة والسلام سألوا ليه؟ سألوا اليهود، كان ده إقرار ضمني منكم أنكم مقرون لليهود مثلا أنهم أصحاب ديانة ما وأنهم يعني مصدقين إجمالا بقصتهم يعني. طيب هذا موسى عليه السلام الذي تؤمن به اليهود، نفس القصة بالضبط، ما المانع أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي كما أنزل على موسى؟ ما المانع أن يكون كلمه ربه؟ ما المانع أن يكون كلمه جبريل بكلام الله تعالى؟ ما الغريب في ذلك؟ ما يعني لم يكن النبي عليه السلام قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا لم يأتي بشيء عجيب، إنما هي نفس السياق نفس الكلام نفس القصة، ليه تصدق إن في يهود وليهم رسول وليهم، رغم إن أنت أولى تصدقني لأن أنا من العرب، يعني هذا فخر لكم، جئتكم بشرف وعز ومجد وكتاب ورسالة، هذا عجيب يعني أن تكذبوني يعني. تمام. قال هل أتاك إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، الوادي المقدس يعني المطهر، والله تعالى اختار هذا الوادي للكلام مع موسى عليه السلام لأنه وادي مطهر مبارك. طوى هو اسم الوادي، الوادي المقدس طوى، وقيل طوى يعني الذي طواه موسى مشيا، يعني مشى فيه كتير فتسمي طوى لأن موسى طواه إيه مشيا. الخلاصة يعني أنه يعني والله أعلم الراجح أن اسمه هو اسمه إيه، هو اسمه طوى، وهو قريب من جبل الطور، جبل الطور. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يبقى هو مكان بجانب الإيه، جانب الطور، ربنا صرح بذلك، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، يبقى الوادي المقدس طوى وقريب من جبل الطور اللي هو في سيناء. تمام. فإذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ثم قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا تكليف بالرسالة كما كلف محمد عليه الصلاة والسلام، قم فأنذر ربك فكبر، أنذر عشيرتك الأقربين، قيل لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. والطغيان هو تجاوز الحد عموما، ويسمى كل من تجاوز حد طاغية أو طاغوت، كما قال تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما معنى طغى الماء؟ يعني تجاوز الحد، حملناكم في الجارية، فكل شيء تجاوز حده يسمى إيه؟ طاغوت. لذلك مسمى الطاغوت هيشمل كل من تجاوز حده، عشان كده لما تفهم المعنى اللغوي تفهم الايه من هم الطواغيت. الطاغوت كل من تجاوز حده في العبودية. انت ايه حدك؟ انك عبد. هل العبد يعلم الغيب؟ لا. هل العبد عنده تدبير للكون؟ لا. هل العبد يستطيع ان يخلق يرزق؟ لا. اذا كل من زعم اي شيء من المزاعم ديت يبقى ايه؟ طغى. يبقى صح يتسمى ايه؟ طاغوت. فلا شك ان رأس الطواغيت مين؟ الشيطان، لا شك الشيطان هو اولى من يسمى بالايه؟ بالطاغوت. وممكن بقى يتسمى كل من تجاوز حد العبودية طاغوت. فالساحر ينفع نسميه طاغوت لانه ينسب لنفسه اشياء هي لله سبحانه وتعالى ليست العبد، كأنه يحيي كان يميت كان يخلق ونحو ذلك، فهذا ليس لبشر. فالساحر يتسمى طاغوت. يتسمى الكاهن طاغوت لأن الكان يدعي أنه يعلم الإيه؟ الغيب، وهذا ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا إيه؟ هو. فبالتالي لو واحد ادعى أن أعلم الغيب يبقى طغى، يبقى يتسمى الكان إيه؟ طاغوت. الذي يشرع مع الله سبحانه وتعالى، حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، بل يضع قوانين يشرع بها للناس، والقوانين دي مصادمة لشرع الله تعالى، كان يضع قوانين للزنا، قوانين للسرقة، قوانين، وربنا أنزل شرع فينحي الشرع جانبا ويضع هو قوانين مستقلة. فطبعا ده ليس له، ليس له، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يعني شرع لك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا إنسان وضع تشريعات للناس وألزمهم بها
وهذه التشريعات مصادمة لشرع الله تعالى، يصح أن يسمى إيه؟ طاغوت. تمام؟ فكل دول اسمهم إيه؟ طواغيت. كل من طغى وتجاوز حده في العبودية، فضلا بقى أن يكون فرعون اللي هو أصلا قال أنا إيه؟ صريحة، ده عدى بقى خالص، ده ما فيش طغيان بعد كده، ده كل واحد من دول كان بيدعي حتة في الإيه؟ يعني حاجة من صفات الله سبحانه وتعالى، ده غيب وده خلق وده إحياء وده إماتة. لا، فرعون جاب كله على بعضه، قال أنا ربكم الأعلى، هذا منتهى الطغيان. لذلك لما كان في منتهى الطغيان استحق أن إيه؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون فين؟ أشد العذاب، لأنه بلغ أشد منتهى الطغيان، فاستحق أن يكون في منتهى العذاب. فيعني فرعون هو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. فاذهب إلى فرعون إنه طغى. شوف، رغم ذلك، يعني رغم، بص، البشاعة المشهد اللي أنا بقوله لك، إلا إن ربنا يقول لموسى اذهب إليه. إذن مفيش حد مفهوش أمل. قول له قولا لينا. شوف بعد الوصف ده كله، لعله يتذكر أو يخشى. ودي تفتح لك باب أمل كبير قوي في أي حد، أي شاب مهما بعد عن ربنا، تقولش ده مش هيورد الجنة أبدا، ده كلام غلط. ما يدريك أنت وما يدريك لعله، هتجلنا في عبسة بعديها على طول. وكأن دي برضو بترد على دي واحدة، لو جيب فالو طب فرعون طب ليه، ما يدريك لعله إيه؟ يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. وكم من إنسان ما كان أحد يتخيل ربنا يهدي أبدا، سبحان الله. كان الصحابة يقولون في، يعني قيل، يعني لو أسلم حمار عمر بن الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، سبحان الله. وأبو طالب ما يسلمش وعمر هو الذي يسلم في النهاية. فلا تستبعد هداية أحد، فأنت خش على الناس كده وأنت إيه؟ وأنت متوكل على الله. القلوب ليست بيديك، لو كانت بيدينا كنا كل حد مزعلك دخلت النار، لكن الله تعالى هو الذي يعلم ما في القلوب. ربنا يقول عن فرعون لعله يتذكر، هو نعم لم يتذكر في النهاية، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن حتى الذي وصل لهذا الدرجة يمكن أن يعود. هو رفض أن يعود، لكن الإمكانية موجودة طالما في حياة وطالما في رب غفور رحيم. إذن ما في أحد بعيد عن الهداية أبدا. فقال تعالى لعله يتذكر أو يخشى. اذهب إلى فرعون، اذهب يعني أيضا تفيدك أن الداعية لابد أن يتحرك في الناس وأن يذهب، لا ينتظر أن يأتيه الناس، وإنما هو إيه؟ يسعى. في ناس مش بتفرق بين الإيه؟ بين العالم وبين الداعية. العالم ده يقول لك إيه؟ لا، العلم يؤتى ولا مش عارف ولا يأتي والكلام دوت. أيوه، العلم كتب الدعوة، الدعوة عايزة أنت اللي تتحرك. لكن العالم لو طلبة العلم مفروض هو ما يقوله، مش العالم هو اللي يروح لطلبة العلم، هذا الأدب. لكن الداعية أمره مختلف، الداعية هو اللي هيجيب الناس دي للإيه؟ للعالم عشان يتعلموا بعد كده. والداعية مش هيبقى في العادة عنده العلم الكبير قوي دوت، فهو اللي بيلف يجمع الناس ويحذر وينذر وبتاع. والعالم بيعمل كده برضه، بس أنا قصدي في مجالس العلم الناس بتخلط بين آداب طالب العلم، يقول لك العالم مفروض يؤتى والكلام دوت. ده الكلام ما بين عالم وطالب علم، ده مش موضوعنا خالص. ده الاتنين دول أصلا كويسين، احنا منتكلمش في دول، ده عالم وطالب علم، احنا مالنا بدول؟ دول خالصين يا دول مهديين الحمد لله وتذكروا والدنيا جميلة. أنا بتكلم في ناس تانية أصلا، بتكلم في داعية ومدعو. إيه العلاقة بينهم؟ الداعية هو اللي يروح المدعو، هو اللي يدور عليه، هو اللي يسعى وراه. اذهب إلى فرعون. تمام؟ فجاء رجل من أقصى المدينة إيه؟ يسعى. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. تلاقي دايما الدعوة في إيه؟ يمشي به في الناس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يروح يتفقد أماكن الليل القبائل ويروح لهم بنفسه، ويروح هنا والطائف وبتاع. تحرك، مش هتستنى المدعو يجي لك لغاية المسجد. اللي جالك المسجد أصلا هو كويس، احنا عايزين نتحرك في الناس، في أصحابك، في عيلتك، في جيرانك، في قريبك، في الشارع، في المواصلات. اشتغل، اذهب، اذهب، تنساش الكلمة دي، اذهب إلى فرعون. قول له قال، يبقى احنا عندنا حركة. الولاية بتقول لنا لازم حركة، الدعوة عايزة حركة. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وبتقول لك ما تفقدش الأمل في حد، ده طغى. في نفس الوقت ربنا بيقول اذهب لعله يتذكر أو يخشى. طيب بعد كده بتقول لنا الآيات إيه؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. خد بالك بقى الحتة دي، احنا قلنا حركة، يبقى أنا عشان أكون داعية صح لازم أتحرك كتير، ولازم ما يأس من أي حد، ولازم كل الناس زباين، أي حد مهما كان، مهما فجر، ما لو كان فرعون هروح وأكلمه برضه. يبقى دي حاجة. بعد كده تقول لنا الوسائل بقى، طب اتحركنا وروحنا وما فقدناش الأمل في حد ورجعنا في الله ويا رب وربنا كريم، برضو عليك دور.
هي مش مسألة كده خلاص روح وقول بقى أي حاجة، لا لازم في فن، لازم الداعية عليه مسؤولية، هتقدم رسالتك إزاي وهتفرق ما بين الناس. في ناس الخطاب يختلف يا جماعة، أنت دلوقتي رايح لفرعون، يعني واحد أصلا شايف نفسه جامد جدا، فواحد زي ده ما ينفعش يتأمر، ما ينفعش تأمره، ده بالنسبة له قفل خلاص، اعمل اللي عليك. أو احنا عارفين انه ما اهتداش في النهاية، بس اديك بتعمل اللي عليك. ما قالش قل تزكى، صح؟ اسلم كما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، احيانا يقول بعض اسلم تسلم، في فرق يعني، هتلاقي في فروقات في الخطابات بحسب الحال، تمام؟ يعني فلكن هنا تتكلم في واحد ما في، ما ينفع يعني الكلام بالاوامر يجيب معنا نتيجة عكسية، الكبر هيمنعه نقبل. طب اعمل اللي علينا، قلتها له في بنبناية، هل لك ايه رأيك؟ وكأني بحط هو اللي يختار، تمام؟ احيانا الطفل العنيد بنعمل معاه كده، الطفل العنيد مثلا بقول له ايه كل، يقول لك لا مش هاكل. لو قلت له ايه رأيك، تاخد برتقانة ولا جوافة، يقول لك هات جوافة. حس ان هو عمل ايه، ده حل فعلا في طفل عنيد، ادي له اختيارات، ما تقولوش ايه، ما تقولوش كل، هيقول لك لا مش واكل. قلت له ايه رايك، تحب تاكل دي ولا دي، ايه رايك انت، هيقول لك دي على طول، يروح واكل. بس هو حاسس ان هو ليه قال رايه يعني. فالعنيد دايما ما تامروش، انما خليه هو يحس ان هو اللي بيقول، هو اللي بيقرر، هو صاحب القرار. هل لك ايه رايك تتزكى، كانه عرض مش امر، والقرار قرارك وانت صاحب الامر وفي الاخر. فانا بوهمه ان انا بديله برستيجه، تمام؟ فده فن دعوه، انا بكلم واحد ذو مكانه، وده الكلام ده ينفع مع اي حد ذو شان، فعش انك انت كذلك ينفع مع الوالد. ده كتير من الشباب عنده مشكله في دعوه الاب والام، ينفعش تامر والدك، مش هيقبل منك بعد كل السنين دي، هو بيربيك هو اللي بيامر، تحاول انت الامر في يوم وليله. فلازم تستعمل اسلوب زي دوت، مش عشان والدك فرعون، لكن هو عشان قصدي ان هو حاجه عاليه، سلطه عاليه بالنسبه لك. اه والدي انسان بسيط عادي، بس هو بالنسبه كابن سلطه عاليه، هو شايف ان هو انت ما ينفعش تتكلم معاه كده اصلا. فبالتالي لازم مع الاهل يكون هل لك. اخوك الكبير نفس الكلام، شوف الاسلوب، عشان الناس بتقول لك انا عندي مشكله في الدعوه في البيت، دايما بالاسلوب دوت، ايه رايك يا والدي، ايه رايك نعمل كذا، انا طول عمري بتعلم منك وانت اللي بتعلمنا، ايه رايك اروح اعمل كذا واروح أعمل. وانت اصلا بتحاول توجهه هو، تمام؟ فاديله دايما مساحه امر، ما تديهوش كده اوامر غلط. بعض الناس يروح مد ابوه كده يقول لك بيعملوني وحش في البيت، انت سبب، ده فرعون، ده تكلمه كويس، والدك اولى. واخفض لهما جناح الذل من الايه، من الرحمه، وقول رب ارحم، قول ايه قولا كريما، لازم تقول لهم قولا ايه كريما. المهم، هل لك الى ان تزكى. طبعا فرعون هنا لقب من ملك مصر يسمى ايه، يسمى فرعون كما هو معلوم يعني. طبعا ومصر مرت بحقبتين، حقبه الفراعنه وحقبه الهكسوس. والهكسوس ما كان يسمون فراعنه، انما كان يسمون ملوك، عشان كده الذي ذكر في قصة يوسف عليه السلام قال يا أيها الملك، كان اسمه ملك. فهي الفترة اللي كان فيها يوسف عليه السلام لم تكن فراعنة، إنما كانت فترة الايه، فترة الهكسوس. فياما يتسمى ملك يبقى الهكسوس، لما يتسمى فرعون يبقى لهم الفراعنة اللي احنا ايه، اللي احنا عارفينهم، تمام؟ قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. بلك التزكي، ما هي التزكية؟ التزكية هي النماء، نماء الروح، الروح تنمو. كلمة زكى يعني ايه؟ نما. فالروح دايما تتطلع الى الايه؟ النمو. فاذا وجهت توجيها صحيحا زكت، واذا وجهت توجيها خاطئا طغت. في الحالتين هي بتنمو، بس هتنمو تروح فين؟ فجورها وتقواها. فلو ذهبت في طريق التقوى تنمو برضو. اي واحد فينا بيحب ينمو، ودي حاجة نفسية، ان انت دايما تحس ان انت ايه؟ تنمو. فإذا توجهت في التوجه الصحيح ونميت نفسك بالعبادة والصلاة والعمل الصالح والتوحيد، تشعر بالنماء فعلا الحقيقي وتزكو. وأما إذا أردت أن تستشعر نفسك بالدنيا وبالكبر وبالطغيان وبالسلطة على الناس وبالإيذاء ونحو ذلك، هتكبر برضو، بس في اتجاه الطغيان. فكأنه بيقول له أنت هتكبر، أنا مش جايبك تصغر، إحنا مش جايين نصغرك. زي ما إيه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعرض على الملوك يقول له انت تسلم وحسيبك مكانك، انا مش هشيلك، تخافش على ملكك، تمام؟ فانت بديك عرض مقابل، عشان دي برضو من فن الدعوة. انا لما اقول لواحد سيب كذا، اديله برضو ايه، حاجة مناسبة تانية، ده لو في حاجة تانية مناسبة. ما في حاجات ملاش بديل، مخدرات هقول له ايه يعني، مش دايما موضوع اديني بديل ديت دايما ضروري،
بعض الناس يقول لك ما طب ايه البديل؟ مش ضروري بديل، سيبه خلاص يعني. لكن لو انا عندي بديل المفروض اطرحه ما دام فن الدعوه، يبقى انا بتكلم باسلوب كويس، براعي المقامات، يبقى انا بحاول لما اقول للناس سيب اقول له ايه البديل لو في بديل، لان مش كل حاجه ليها بديل. فدايما بحط الحلول عشان دايما المدعو قدامي يبقى عنده شبهه، طب اعمل ايه؟ طب لما اسيب اروح فين؟ طب لما اعمل كذا؟ طب اصحابي؟ طب البنت؟ بيبقى عنده اشكاليه، هو عايز يجي بس هو عنده شبهه في دماغه، طب ايه؟ هو مش قادر يقول لك. فانت المفروض تستبق سؤاله وتقول له هنروح فين بعد كده؟ ايه الحل؟ هتشغل وقتك بايه؟ طب بعد البنات هيحصل ايه؟ طب اصحابك هيبعدوا عنك مش هيبعدوا؟ تقعد تديله الحلول لغايه ما تزين له الايه المنتج بتاعك. هل لك الا ان تزكى؟ انت كنت طاغيه عايز تكبر، لا عاد نكبرك برضه. بس اولا انت صاحب القرار، وانا هتنقل نقله حلوه، هتبقى حاجه كبيره. هل لك الا ان تزكى؟ فعرض ما يترفضش، كاني بقدم لك عرض ايه؟ عرض ما يترفضش. فاخرج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الايه؟ الامر. هل لك الا ان تزكى؟ وما قالوش هل لك الا ان ازكيك، وانما تزكى انت الذي ستتزكى، انا لن اتدخل وانا مش لي السلطان عليك، انت الذي انت ستأمر وانت الذي ستفعل، بيدي له وضعه. واهديك الى ايه؟ واهديك الى ربك. هنا قال اهديك، بس هنا بيقول له انا مجرد مرشد ليك، لكن انا مش انا اللي هعمل لك، انت برضه اللي هتعمل كل حاجه، لكن انا مجرد ارشدك. فما فيش حد بيتضايق لو حد يعني ارشده نصيحه، ما تزعلش حد، لكن ما تأمرنيش. اهديك الى ربك، بس برضو الكلام ربك، مالش ربي؟ ربي يبقى انت عايزني بقى اروح بقى مع نفسي مع دماغك مع جماعتك مع ربك. هنا انا بقول لك مش بقول لكش حاجه بعيده، هذا ربك الذي خلقك، وكانه برضو بيتك على حته الايه الربوبيه ديت، وكانه بيذكره بنعم الله تعالى عليه. ما قالوش اهديك الى الله، لان صفه الالوهيه فيها يعني نوع من الايه يعني السجود والركوع وكده. لو عايز يفكروا بالاصل، هو احنا اصلا ليه المفروض نروح له؟ لانه غير الالوهيه في ربوبيه، والربوبيه ديت اللي هي بتوصلك للالوهيه. فالذي خلق والذي انعم والذي رزق والذي يحيي والذي يميت هو الذي يستحق ان يعبد. فبالتالي وعايز يجيب له السبب كمان، هو انا بهديك لمين؟ انا بوديك لحته مش كويسه؟ هو انا بدلك على حاجه مش كويسه؟ ده انا بهديك الى ربك اللي خلقك والذي سواك والذي انعم عليك و و و. هل احد يرفض مثل هذا العرض؟ وكان انا مش بنقلك لحد بشري زيك. هل الناس يغير من ايه؟ يغير من بشر. ما قلتلكش انزل تحت سلطاني، ولا سلطان ملك اخر، ولا سلطان بشر، انما اهديك الى ربك. ما الذي يضرك انت ان تذهب الى الله سبحانه وتعالى، وان يكون الله سبحانه وتعالى هو له السلطان عليك؟ هذا لا يضرك يعني، لان هذا ليس فيه تنافس، انت لا تنافس الله سبحانه وتعالى في شيء. اهديك الى ربك فتخشى. اذا من علامات الهدايه الخشيه، إذا لم يكن في قلبك خشية الله تعالى فالطريق طويل. لذلك الصورة كلها قاعدة بتطوف بينا في موضوع الخشية ده بالذات من أولها كده، صح؟ فكما قال تعالى أبصارها خاشعة، صح؟ فاكرين قلوب يومئذ واجفة. اللي مش هيخشى هنا هيتعب هناك. لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. ويجي بعد كده إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إنما أنت منذر من يخشاها. وكأن في ممكن تحط عنوان جانبي للصورة كده، أحيانا الكلمة لما بتتكرر كتير في الصورة ممكن تحطها موضوع، وكأن ده موضوع جانبي للصورة اسمه الخشية. الخشية هي ثمرة التزكية. الخشية الذي يخشى الله والذي يتذكر دائما. لن ينتفع أحد بالذكر إلا أصحاب الخشية. أصحاب الخشية هم أقرب الناس إلى الله. الخشية هي غاية التزكية. أهديك إلى ربك فإيه؟ فتخشى. إذن هذه أقصى الغاية، أن تخاف من الله سبحانه وتعالى. طبعا هو ذكر له الخشية هنا دي أنسب لي يعني، إن هو أصلا معرض. وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآيات الكبرى. إيه الآية الكبرى؟ قالوا العصا واليد. ربنا قال آية، ما قالتش إيه؟ آيتين. فقالوا هنا الآية اسم جنس، مش اسم إيه؟ مش اسم مش مقصود به واحدة يعني. زي ما بنقول مثلا الله تعالى أنزل الكتاب، مقصود ايه؟ كتب كلها. فكلمة الكتاب هنا ايه؟ كلمة الكتاب مقصود بها اسم ايه؟ اسم جنس يعني. الكتاب يعني جنس الكتب يعني. فقوله الآية الكبرى مش مقصود بها آية واحدة، لأن معروف إن الآية اللي شافه فرعون من موسى كام آية؟
في المشهد نفسه يعني، في اللي هي اول يوم شاف منه ايتين، العصا والايه واليد، العصا اتحولت حيه واليد تخرج بيضاء من غير سوء، الايه الكلام دوت، هما ايتين. يبقى هنا الايه الكبرى تتفسر على ان كلمه ايه دي اسم ايه، اسم جنس عموما، واسم الجنس يعني تحتيه كذا حاجه يعني، فهي ايتين العصا واليد الكبرى، لان طبعا دي من اعظم ايات موسى عليه السلام، وبالتالي هو اختار ان تكون دي الضربه الاولى. وكان برضو لما تيجي تشتغل دعوه حاول تقدم اقوى منتج عندك عشان تاخد الايه، تاخد الصدمه الاولانيه. الصدمه الاولانيه دي حلوه، بتشد الايه، تشد اللي قدامك، حاول تدي له عرض مميز، حاول تتكلم على اقصى حاجه عندك، الايه الكبرى. لكن المشكله فكذب وعصى، سبحان الله. والفاء دي تدل على السرعه، يعني تدل انه حتى لم يتروى ولم يفكر، ولو انه اخذ وقت في التدبر والتفكر لاهتدى، ولكنه لم يفكر. إذن سرعة إعراضك عن الموعظة تؤدي إلى أنك تحرم من منافعها. يحتاج الإنسان دايما أن يفكر قليلا في العواقب بتاع، أحيانا الشيطان بيخليك تتلهى عن الإيه؟ عن الموضوع، إن هو يحاول يغير لك الموضوع، يحاول يخليك تبعد بسرعة، لا يعطيك فرصة أنك تفكر، فكذب وعصى على طول. فكذب وعصى، وبعد كده بسرعة هو عايز يدمر الدعوة ديت ويوقفها. أدبر يسعى، شوف بقى الشغل، خد بالك، أدبر يسعى حط قصادها ايه، اذهب الى فرعون، كله ناس شغاله، كله مش شغالين، كله شغال، لو انت ما اشتغلتش الباطل شغال على اخره. ولو انت افتكرت انك انت قعدتك ديت هتضر الناس وانت هتعدي، هتضرك انت بعديهم على طول، لان سعي الكفار والظلمه في ايذاء المؤمنين يزداد وانت ايمانك واقف. فلو الموجه بتاعت النهارده ما وقعتكش، الموجه بتاعت بكره هتوقعك. الحل الوحيد انك تظل انت ايضا تسعى. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. ايه الحل؟ هنوقفكم؟ ما نقدرش نوقفكم. تقدر توقف الكفار عن سعيهم؟ تقدر توقف الظلمة عن سعيهم؟ ما اقدرش. لكن اقدر ايه؟ اقدر اشتغل على نفسي، واقدر اشتغل على فئة مؤمنة تواجه هذا الطغيان. قال انا عاملون، هو ده الحل. قل يا قوم اعملوا، ما فيش هيقف، عمل المشركين لن يقف. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، تمام. قال إنا عاملون، ده الحل الوحيد. فالحل مواجهة الطغيان إنك أنت تشتغل، مش تقعد تولول، مش تقعد تنزل بوستات بكاء وعياط وخلاص، مش تقعد تتأسف على حال المسلمين وتقعد ساكت كده، هذا حال الكذاب، ده حال كذاب. وإنما حال المؤمن يسعى، اذهب، إنا عاملون. طيب وفي الآخر انتظروا، إنا منتظرون. وإيه اللي مطمنك كده؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وإيه المطلوب مننا؟ اشتغل، فاعبده، وإيه كمان؟ وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. كل سعي المشركين تحت نظره سبحانه وتعالى، تحت بصره سبحانه وتعالى. وبالتالي كان بيقول لك أدبر يسعى. بص أدبر يسعى دي تحس إن الدنيا إيه؟ جري جري. فحشر فنادى، بص الفاء، فحشر فنادى، وكأن ما فيش فرصة، ده بيجري الناس، وكأن سعيه في إبطال الدعوة سعي حسيس سريع. اشتغل بس، مش اشتغل بس، اشتغل بسرعة. نرجع تاني، فالسابقات ايه؟ سابقة. شوف فيها الكلام. يبقى انت اربط بقى، لازم حال المؤمن بيجري، لأن المشرك بيجري برضو. أدبر يسعى، فحشر فنادى، كل دي فئات سرعة. ايه ده؟ ده سباق جري، ده ماراثون في الصد عن سبيل الله سبحان الله. فحشر فنادى، ايه انت ما بتنامش، ما بتريحش؟ لا بيريحش، ما بينامش من ساعتها. فحشر فنادى على طول، جمع الناس وجمع السحرة وجمع البتاع وعمل بلاوي عشان الدعوة دي تقف. يبقى الكفار لن يتوقفوا عن الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، سيبذلون اقصى ما عندهم، واما ان انت تكون قد القتال ده، واما انك انت استخسر. وبعد كده عشان يثبتهم على طول بقى، المرة دي قالها لهم صريحة، لأن هنا موسى عليه السلام جاي له بيدمر الدنيا، فأكد عليهم قال أنا ربكم الأعلى، صريحة. رغم إن هو كان ممكن يقول لهم قبل كده ما علمت لكم من إله غيري، بس المرة دي راح إيه قفلها لهم بقى. كان في الأول يقول لهم ما علمت لكم، هاي يبين إن هو يحاول إن هو يكون منصف يعني، والله يعني يا هامان أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا، حاول يبان قدام شعبه إن هو منصف، أنا راجل لارج يعني، أنا راجل ديمقراطي، أنا راجل يعني بقبل الرأي الآخر. ماشي، انت خلصت اللي عندك، ماشي يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فلما طلع بتاع
قال الصراحة ما لقيتش يعني حاجة، فما علمت لكم إيه من إله غيري. فكان الأول بيقول كده، وبعد كده لما طبعا دعوة موسى استمرت سنين، على فكرة دعوة موسى استمرت أكثر من 40 سنة، شغل كتير جدا جدا. في الآخر صرح فرعون بهذا التصريح القبيح، وقال للناس بكل صراحة أنا ربكم الأعلى. خد بالك، فرعون كان طول الفترة دي بيقول بس ما علمت لكم من إله غيري. في الآخر قال إيه؟ أنا ربكم الأعلى. أول ما قال كده أخذه الله نكال الآخرة والأولى. إيه الآخرة؟ أنا ربكم الأعلى. إيه الأولى؟ ما علمت لكم من إله غيري. ابن عباس بيقول كلمة رهيبة أنا قريتها مش مصدق. قال كان فرعون قال إن فرعون كان منذ 40 سنة يقول ما علمت لكم من إله غيري والله لا يعاقبه، إلى أن قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. سبحان الله، ممكن عبد يكون في درجة معينة من العصيان وربنا سبحانه وتعالى يحلم عليه ويصبر عليه ولا يعجل له بالعقوبة، حتى لو كانت المعصية للدرجة دي يقول ما علمت لكم من إله غيري، لكن يأتي العبد في يوم من الأيام يروح مزود ولا ينتبه إلى الحلم والصبر ولا يرعى مقام الإحسان والإنعام والرزق رغم كل ما يحصل منه، ولم يراعي حلم الله تعالى، لم يشكر ذلك ولم يعود، يروح مزود. فلما يزود ده كان لو كان تاب كان تغفر له كله، لكن لما زود هجيب لك بقى الأول والآخر. ما لهذا الكتاب لا يغادر إيه؟ صغيرة ولا كبيرة. حتى الصغيرة اتحسبت عشان انت ما تبتش وعشان انت كنت بتعمل كبيرة، فهنجيب لك كله الكبيرة والصغيرة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينها اذا ايه؟ اذا اجتنبت الكبائر. لو اجتنبت الكبائر امسح لك كل حاجة، عملت الكبائر هجيب لك الكبيرة والصغيرة. شوف بقى الانسان، فالانسان اذا وجد انه معرض عن الله وهو في الله تعالى يصبر عليه فليستحي. إياك تبالغ، كل تفكيرك هرجع إزاي، أي نوع من المبالغة لا تضمن العاقبة. هو زود بس، بدل ما كان بيقول ما لك ما علم، ما رغم أن هي الكلمتين قريبين بعض بس التانية أبشع أشد. فلما قال التانية خلاص كده، خلاص كل فرصك خلصت، فيش بعد كده. أخذ الله نكال الآخرة والأولى. قالوا الآخرة والأولى هي الكلمة الأخيرة والكلمة الأولانية، وقيل الآخرة والأولى يعني الآخرة اللي هي الآخرة والأولى اللي هي الدنيا، يعني عاقبه الله في الدنيا وفي الآخرة، عاقبه في الدنيا بالغرق وعاقبه في الآخرة، طبعا معروف عاقبه في الآخرة ولا تعارض، هو أخذه بالكلمتين فعاقبه في الدنيا والآخرة. فالتفسيرين إيه؟ عادي ماشيين مع بعض عادي. طب إيه سبب الخلاف في التفسير؟ نرجع للعلم تاني. سبب الخلاف في التفسير ربنا ذكر وصف ولم يذكر لي الموصف. الاخره يعني حاجه الاخيره، ممكن الاخره دي وصف، ممكن تبقى الدار الاخره، ممكن تبقى الكلمه الاخره. طب الاولى ممكن تبقى الاولى اللي هي الدنيا، لان الدنيا بتوصف بالاولى، ممكن تبقى الاولى هي الكلمه الاولى. يبقى اذا ربنا ذكر ايه؟ وصف، لم يذكر مين هو الموصوف. ودي من اسباب خلاف المفسرين ان يذكر وصف بدون ذكر ايه؟ موصوف. فيختلف المفسرون في تقدير هذا الايه الموصوف، ايه هو الموصوف دوت. اتكلمنا عن الموضوع ده في النازعات والسابقات، تمام. ان في ذلك لعبره لمن يخشى، هي مين اللي ينتفع بالعبره دي؟ من يخشى. ثم قال تعالى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها. طيب الكلام هنا ماشى في السياق ايه؟ انتم اشد خلقا ام السماء. خد بالك ممكن الموضوع ينتقل بيك لسكه وهي بتخدم كذا حاجه في نفس الوقت. ازاي؟ هي الصوره هنا احنا طالعين من انهي موضوع الاول؟ طالعين من فرعون طغى وبتاع، طغى تضغى علي. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ كان المعنى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. سبحان الله، تعوج على إيه؟ فرعون ده تعوج على إيه؟ وطغى على إيه؟ وأنتم بتتعوجوا على إيه وبتتضغوا على إيه؟ أنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء هذه تخضع لله، الأرض تخضع لله، الجبال تخضع لله، ما تقدرش تخرق الجبال. سبحان الله، كل هذه المخلوقات تخضع لله، وتيجي أنت تقول أنا ربكم اللي الأعلى. أنت مين أصلا عشان تقول أنا ربكم الأعلى؟ جايبين صورة على النت كده أكيد مشهورة قوي، جايبين
جايبين صورة كده عملاقة لكوكب المشتري بس، وجنبيه كوكب الأرض عامل زي النقطة كده، كوكب المشتري ضخم جدا. قالوا النقطة دي كان فيها واحد بيقول أنا ربكم الأعلى. الأرض باينة نقطة فعلا يعني، جنب الشمس كمان بتبانش بقى أصلا، نقطة كده. جوه النقطة دي كان في واحد من مليار واحد عايشين في الزمن ده قال أنا ربكم الأعلى. تخيل بقى الإنسان، شوف بقى الإنسان حجم، بص أنت قاعد في مساحة قد إيه دلوقتي؟ متر في متر مثلا، متر في متر، سبحان الله. متر في متر ده لو قلنا مساحتك بالنسبة للمسجد كام؟ واحد على ألف مثلا. طب بالنسبة للإسكندرية واحد على مش عارف. طب بالنسبة لمصر، طب بالنسبة للقارة الإفريقية، طب بالنسبة للأرض، طب بالنسبة للمجرة، طب بالنسبة للسماء الدنيا، والسماء الدنيا ثلاث أصغر سماء، بالنسبة للسماوات السبع اللي هي كلها حلقة في فلاة بالنسبة للكرسي، طب بالنسبة للكرسي العرش اللي هو بالنسبة للعرش حلقة في فلاة، طب إيه أخبارك بالنسبة للعرش؟ أنت فين أصلا دلوقتي؟ أنت اختفيت من ساعة ما قلنا اسكندرية أصلا، صح؟ طب أنت فين من الله الواسع الكبير؟ تخيل هذا المخلوق قال أنا ربكم الأعلى، حاجة عجيبة والله، سبحان الله، غرور عجيب. فكان المعنى إيه إيه؟ أنت إيه أصلا؟ أنت مين؟ أنت ولا حاجة، أنتم أشد خلقا، نعمل إيه؟ السماء بناها رفع وربنا ولا عمل كل دوت، أنت بتعمل إيه أنت أصلا؟ أنت تأخلك تفرج على السماء، تعرف بص المنظار، بص المنظار وتقول يا سلام احنا وصلنا لقمة العلم، احنا مش عايزين الاله، سبحان الله. يقول لك ركبنا الصاروخ طلعنا القمر، يبقى خلاص احنا كده مش محتاجين اله. انت طلعت بتتمشى عليه بس، طب بالنسبة للي خلى القمر ده يعني ما جاش في بالك ان يعني يستحق العبادة مثلا؟ والشمس بتاع انت قاعد بتتفرج بس، انت مجرد بتتفرج وتحلل، هي الفيزياء دي احنا بنوجدها ولا بنفهمها بس؟ الحركات الفلك ده احنا بنفهمه ولا بنعمله؟ هم جرب نفهمه. تخيل الإنسان الغرور بتاعه انه فهم بس، مجرد فهم بعض الأشياء، فلا خلاص مش هجين الإله. انت فهمت وانت عملت، انت فهمت حاجة صغيرة قوي قوي قوي، وما أوتيته من العلم اللي ايه قليلا. تخيل فهم بس، استنتج القانون بس، طب مين اللي حط القانون؟ نقولوش دعوة، انا فهمت خلاص مش محتاجين الإله. عشان فهم ازاي؟ طب من بقى؟ لا ما حدش يقول لي من، احنا قمة العلم، احنا خلاص العلم احنا استغنينا عن الاله. سبحان الله، مغرور جدا هذا الانسان. الشاهد يعني كان ديت بتقول لي انت مين اصلا عشان تتكبر، انت ولا فرعون ولا قريش ولا انتوا كلكم، انتوا فين بالنسبة للسماء وبالنسبة الذي خلقها وسواها ورفع سمكها والجبال ارساها والبتاع والكلام ده كله؟ يبقى ايه؟ يبقى المقطع ده من السورة بيخدم لي الرد على كل متكبر، كأنها بتديله صوت فوق لنفسك، انت ولا حاجة، انت ما تستغناش عن ربنا ابدا، انت ما تنفعش تبقى اي حاجة اصلا الا عبد. الحاجة التانية بتخدم مقصد الاصلي للايه؟ للسورة، فكأنها بتخدم مقصد جزئي في رد سريع على طغى، وبتخدم المقصد الكلي وهو الايه؟ وهو البعث. تاني فاكرين عشان ايه طرق الاستدلال على البعث؟ منها طريق عظيم جدا هو الاستدلال على البعث بخلق ما هو اكبر من الانسان، الذي خلق اكبر من الانسان اكيد ايسر عليه انه يبعث، واحنا اصلا بنتكلم في البعث، تمام؟ فعشان كده بعد كده يقول لك فاذا جاءت الطم، يعني هنخش في البعث على طول، فافهم اربط الكلام. انتم اشد خلقا من السماء، طيب الذي خلق السماء مش ايسر عليه انه يعيدكم مره ثانيه؟ طبعا ايسر، يبقى ده استدلال بالخلق الاشد على الخلق الايه؟ الاهون او الايسر. انتم اشد خلقا ام السماء؟ السماء دي اللي انتم كلكم معترفين انها اشد منكم خلقا بناها. رفع سمكها، سمكها يعني سقفها، رفع سمكها فسواها، سواها يعني ما ترى فيها من فطور، مستوية متسقة منتظمة. فما فرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو أي حصير. هل تجد فيها فهل ترى من فطور؟ لا تجد فطور في السماء. الشاهد يعني ان ايه؟ ان المشهد بيقول لك انت ربنا خلق ما أعظم منك بكثير، اكيد اللي خلق هذا الخلق ايسر عليه ان هو ايه؟ يعيدك مرة ثانية ويبعثك. رفع سمكها سواها أغطش ليلها أخرج ضحاها. ما معنى أغطش ليلها؟ يعني أظلم ليلها، أظلم إيه؟ ليلة، جعل الليل مظلم كما ممكن ربنا يجعل العكس. أخرج ضحاها يعني أخرج أضاء إيه؟ الضحى وأضاء الإيه؟ السماء والكلام دوت في إيه؟ في النهار. أغطش ليلها أخرج ضحاها، وكأن دي برضو فيها دليل على البعث. منين بقى دليل على البعث؟ أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يتصرف في الأمور كيف يشاء، ممكن يخلي أي حاجة أي حاجة،
خلي الليل مظلم خليه مضيء، خلي النهار يظلم يضيء، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء. طيب إيه علاقتها دي بالبعث؟ البعث عملية تحويل من شيء إلى شيء، صح؟ إنك أنت تراب تبقى إيه؟ إنسان، إنسان تراب، تراب إنسان، فهي عملية تحويل من شيء لشيء. طب اللي يقدر يحول ما هو أعظم من ذلك، يخلي النور ظلام والظلام إيه؟ نور، مش أيسر اللي يجعل التراب مادة، يجعل التراب جلد وعظم ولحم ويرجع تاني، صح؟ ذلك الاستدلالات دي اجتمعت في آخر سورة الإيه؟ ياسين. قال سبحانه وتعالى قل يحييها الذي، هذه أول استدلال، أنشأها أول مرة، يبقى استدلال بالنشأة الأولى على الإعادة، هو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، دي استدلال بالتحويل، تحويل قدرة الله على تحويل أي شيء لأي شيء، جعل لكم الشجر الأخضر، الشجر الأخضر الجميل دوت اللي هو مصدر الرطوبة والماء، خلاه هو نفسه ليه؟ نار، فإذا أنتم منه توقدون. يبقى استدلاله على قدرته على تحويل الأشياء إلى أشياء أخرى خالص، ممكن في اتجاه تاني خالص، يبقى أيسر ده يخلي التراب لحم، يخلي اللحم تراب، هذا شيء يسير على الله سبحانه وتعالى، تمام؟ وبعد كده الاستدلال بالخلق الأعظم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. شوف الكلام انت دلوقتي مستمتع، لكن هنا برضو كله ورا بعض، جاب الاستدلال بالإيه؟ بالأعظم، وبعد كده جاب الاستدلال بالإيه؟ بالتحويل. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. هنا في حتة برضو هنا استدلال على الأرض والإيه والقدرة والكلام ده، احنا ماشيين في نفس الإيه؟ في نفس الاتجاه، لكن هنا ربنا قال والأرض بعد ذلك دحاها. وهنا المشكلة، إيه المشكلة؟ مشكلة أن يظهر هنا تعارض في القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى بيّن في مواطن أخرى أنه خلق الأرض قبل السماء، صح؟ كما قال سبحانه وتعالى في هذا الأمر، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها بارك فيها قدر فيها قوتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء ليس كذلك. إذن القرآن كله بيقول إن إيه اللي اتخلق قبل إيه؟ الأرض اتخلقت قبل السماء، لكن هنا ربنا قال رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فهل هناك تعارض؟ نقول ليس هناك تعارض. ليه؟ لأن دحاها ليس معناها خلقها، وإنما معناها هيأها، جعلها مهيئة، جعل فيها منافعها، وكأن الإيه الأرض كانت خلاص اتخلقت بس ما كانتش لسه إيه اتهيئت، يعني اللي هي زي تقدر تسميها بالبلدي تشطيبات، يعني تشطبتش لسه أرض، بس هي لا تصلح للحياة إلى الآن، لسه لم تهيئ لحياة الإنسان. فخلق سبحانه وتعالى الأرض الأول، وبعد كده خلق السماء وهيئها، ثم هيئ الأرض. يبقى كده إيه؟ فيش تعارض. والأرض بعد ذلك خلقها ولا دحاها؟ دحاها. يعني إيه دحاها؟ تفسرت بعدها على طول، أخرج منها ماءها ومرعاها. يبقى الدحو هو التهيئة وليس الخلق، يبقى فيش تعارض. يبقى خلقها بعد كده، خلق السماوات بعد كده عاد إلى الأرض فهيئها وجعلها معدة للحياة. فهمنا؟ يعني فيش تعارض. دحاها ربنا جاب يعني جزء من المعنى في قولي أخرج منها ما ورعها، وإلا فالتهيئة أوسع من كده، بس هو بيبين أن الدحو هو عملية تهيئة لحياة الإنسان. حياة الإنسان محتاجة إيه؟ محتاجة أن يبقى فيه مرعى، يبقى فيه شرب، يبقى فيه أكل، يبقى فيه طريق ممهد، يبقى الأرض تبقى ثابتة. عشان كده ذكر بقى قال أخرج منها ماء ومرعاها، وعشان تبقى ثابتة الجبال إيه؟ أرساها علشان تعرفوا تعيشوا متاعا لكم ولأنعامكم. فهمنا؟ يبقى هنا دحاها معناها إيه؟ هيئها، جعلها مهيئة الحياة بالجبال، عشان الجبال أن تميد بكم، صح؟ ألقى في الأرض رواسي إيه؟ عشان الأرض ما تهزش. الأرض الجبال متوزعة على الكرة الأرضية بشكل معين، بحيث إن أوزانها ديت في الأماكن دي تخلي الأرض مع سرعة دورانها ما يحصلهاش إيه؟ اضطراب ولا اهتزاز بشكل إيه؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وزع الجبال بشكل معين على الأرض، بحيث إن هي تدور بسرعة والأوزان النسبية دي تخليها إيه؟ ثابتة. يعني لو زودت وزن شوية الأرض دي ممكن يحصل لها سبحان الله، لكن ربنا أرساها جعلها راسية مستقرة بسبب هذه الجبال.
والجبال أرساها متاعا لكم عشان تعرف تعيش، ولأنعامكم، والأنعام هي متاعا لكم برضو، سبحان الله، متاعا لكم ولأنعامكم. بعد كده تلاقينا مرة واحدة طلعنا للدار الآخرة، وكأن بقى خلاص خلاص احنا كده أثبتنا لك من جميع الوجوه، بالقصة، بالترغيب، بالترهيب، بالعقل، بالدليل العقلي، تنويع. يبقى إذن خلاص ما فيش غير ان احنا نرجع نقرر الحقيقة التي بدأنا من أجلها، فإذا جاءت الطامة الكبرى خلاص هذا تحقيق، الأمر جاي جاي، كلام ما فيه خلاص ما تتكلمش، احنا بنتكلم في حاجة خلاص هتحصل، انا مش بناقشك خلاص، يعني اتناقشنا والمناقشة انتهت والحجة قامت، يبقى خلاص اقول لك جاية خلاص. فإذا جاءت الطامة الكبرى، طامة، قال لك الطامة هي التي تطم. يعني ايه تطم؟ تطم يعني تغطي على كل شيء، تغمر كل شيء. يقول لك الموضوع ده طم، طم يعني ايه؟ يعني غطى على كل حاجة، غمر كل حاجة. يعني ايه الطامة الكبرى؟ قال لك الطامة الكبرى هي الأمر المهول الذي يغطي على كل أمر مهما كان عظيم، يعني هي أعظم من كل أمر عظيم. عشان كده السيدة عائشة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس يحشرون حفاة عراة، تخيل يعني الناس كلها عريانة، أكيد خبر زي ده، تخيل نزل خبر في الأخبار كل الناس بكرة في موسم، بكرة كل الناس بكرة تنزل عريانة، تخيل الخبر ده قد إيه خبر عظيم في العالم، صح؟ الناس كلها تبقى مستنية اليوم ده، إما الناس مستنية أهل التدين هيبقوا مش مبسوطين، الفجور هيبقوا يا سلام، يعني قصدي إن خبر حقيقي بالعالم، إن كل العالم بكرة سيتعرى تماما نساء ورجال، وكل العالم سينزل في الشوارع عاريا. تخيل هذا الأمر كم سيشغل الإعلام، كم سيشغل النفوس، كم سيشغل الناس، الناس تقعد طول الليل تتكلم في الموضوع دوت، تخيل كيف كم بوست هيبقى عن الموضوع دوت، في كم تويتة هتبقى عن الموضوع ده، في كم واحد هينزل فيديو على اليوتيوب، اما فرحان او زعلان او 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 امر مهول، مش كده؟ بيقلب العالم كله. الحدث ده هيحصل في يوم الاخر، في الاخره كل نساء العالم، كل رجال العالم عرايا تماما. فالسيدة عائشة كانها قالت ده امر عظيم، قالت يا رسول الله الناس عرا، ينظر الرجل الى المراه والمراه الى الرجل، ينظرون الى بعض. قال يا عائشة الامر يومئذ اعظم، اعظم من أن ينظر أحدهم إلى الآخر. يعني ما فيش حد يبص لعورة حد في اليوم ده، مش هيجي في باله أصلا، مش هيجي في باله أصلا. إيه هي الحاجة اللي تخلي كل الناس قدامك عراية وما يجيش في بالك أصلا تبص لا لامرأة ولا لرجل؟ لا شك أنه أمر طام. يعني طام يعني طغى، غمر العقل، وجعله لا يرى أي شيء إلا أن يفكر يوم يتذكر الإنسان إيه ما سعى. تمسيط عليك فكرة واحدة بس، إيه اللي أنا عملته؟ إيه اللي هيحصل فيه؟ إيه ذنوبي؟ وعد تتذكره، تلاقي سبحان الله ربنا رجع لك كل الذكريات مرة واحدة. يوم يتذكر إنسان، وأن لو ذكر على لوحده ما يفتكرش، لكن ربنا يذكره بكل شيء. اقرأ كتابك، كفى من نفسك اليوم عليك أي حسيبا. قال تعالى لكل امرئ يومئذ شأن إيه؟ يغنيه. يعني مش تفكر في حاجة، لا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أولادك ولا اي حاجه، فضلا عما تركت، يعني اصلا اللي انت شايفه ما بتفكرش فيه، انت شايف ابوك ما بتفكرش فيه، شايف امك ما بتفكرش فيها، شايف ولادك ما بتفكرش فيهم، هما للدنيا دي مش موجوده اصلا، خلاص اصلا اتنست. طب البنت، طب الجنس، طب العاده السريه، طب الاغاني، طب الافلام، طب المسلسلات، طب قله الادب، طب الحشيش، طب عادات الانس، طب السكر، طب الفواحش، دي اصلا مش موجوده، دي اتردمت من ساعة ما انت دخلت القبر اصلا. ده بقول لك اللي انت شايفه قدامك، اخوك شايفه قدامك هتهرب منه، ابوك شايفه قدامك هتهرب منه، اللي انت شايفه قدامك مش عايز تفتكره، وانت اصلا مش مركز معاه. يبقى زي الامر لا يستحق يا اخواني ان نضيع وقت في الفواحش في المعاصي، كل ده هيختفي. سيأتي يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت، تضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس ايه؟ سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كل حاجة تتمسح. يعني أنت شغال بتعصي ربنا على إيه؟ لذة؟ لو اللذة دي قعدت معاك ممتدة وهي اللذة تفنى أصلا ويعقبها حسرات، لو استمرت معاك إلى أن تلقى الله لا تنفعك بشيء ولن تذكر منها شيئا، مجرد الطمة تأتي كل حاجة اتمسحت وأنت مش بتفكر إلا في ذنبك بس. قال إذا جاءت الطامة الكبرى، وكأن برضو المعنى هنا بيقولك طالما هي هتطغى على كل شيء يبقى خليها دلوقتي تطغى على كل شيء. لو خليتها دلوقتي تطغى على كل شيء ستنجو يوم القيامة.
يعني ايه تطلع على كل شيء؟ يبقى هي نمرة واحد بالنسبة لك. وكأن الصورة دي بتناقش موضوعين مهمين، ان اكبر مشكلة هي مركزية التفكير. خد الكلمة دي مني واحفظها، لان ده الفرق بين العبد الصالح والعبد الفاسد. مركزية التفكير، ايه هو نمرة واحد عندك؟ هي اول حاجة بتقابلك في الفلترة الاخرة من الدنيا، ايه هو اللي مسيطر على دماغك؟ لما تيجي تحسب حساباتك، لما تيجي تحسب مواعيدك، لما تيجي تخوض قراراتك، ايه اللي بيبقى مسيطر على دماغك؟ حرام وحلال، وينفع ومينفعش، ومواعيدي والصلاة وظروفي وبتاع، وده يرضي ربنا وده ما يرضيش ربنا، ولا دي الكلام ده بيجيش غير في الاخر خالص بعد ما تكون عكيت. يمكن اهل لو قابلنا شيخ هنسأله، ويبقى مسيطر على دماغك بس الفلوس البتاع، اهم حاجه نوصل، اهم ما مش مهم. بقول لك ايه، ما تكلمنيش في موضوعنا، فكرنيش بالنار، تجيب ليش سيره الموت. مركزيه الدنيا، ايه اللي هو نمره واحد مسيطر على دماغك؟ والامر ده انت ممكن تعرفه في نفسك في اي محاوله تفكير او قرار. ايه اللي دايما بيجي في بالك في الحسابات؟ انت صاحي الصبح دلوقتي بتقيس يومك ازاي؟ بتيجي تحسب يومك ازاي؟ هل بيجي في بالك على طول الصلوات الاول بتظبطها وتسيستم نفسك، ومواعيد العمل ومواعيد الدعوه ومواعيد يعني تلاقي نفسك اوتوماتيك، مش بتتكلف كده، تلاقي الموضوع يحصل اوتوماتيك. بتيجي تاخد قرار في حياتك هيترتب عليه اثر في دنيتك وفي اخرتك، بتوزنها ازاي؟ الاول بتشوف ميزان الاخره، ولا اهم حاجه عندي الدنيا ومش مهم الاخره بقى على مهلها؟ ولا لو لقيت الاخره بتتاثر وانا اضطر عشان كده اعمل حرام، تاخد قرار على طول مهما كان؟ انسى دي. مركزيه، ايه اللي بيطغى على دماغك؟ دي مسألة خطيرة جدا. عشان كده ربنا هيقول لنا هنا المرض آثر الحياة الايه؟ الدنيا. وربنا قال المرض دوت في سورة الأعلى، بل تؤثرون، هي دي المركزية، الحياة الدنيا، ويا ريت كانت الأخيرة، والآخرة خير وايه؟ وأبقى. يبقى هي مركزية التفكير. عشان كده مركزية التفكير دي أصلا ممكن تصب معاك في حاجة تانية. أنا بقول دايما قضية زي الانتحار، ايه مشكلتها؟ مشكلتها مركزية التفكير. هل لو أن إنسان مركزية تفكيره الآخرة، ما يضر أن يحصل له في الدنيا؟ عجب الله، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خير له. خير له فين؟ الآخرة. وإن أصابته سراء شكر فكان إيه؟ خير له. ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن إيه؟ عن سيئاته. فلو أن إنسان دماغه كلها في الآخرة، ما يضره؟ كيف تصير حياته يعني؟ لو صارت في مسار السعيد اللي هو كان يتمناه، او صارت في مسار في مشقه او تعب او ابتلاءات، ما يضره. اذا كنت كده كده الاخره مضمونه، الاخره كده كده سليمه، ما يضرك انت تنتحر لماذا؟ لكن تفكيره متمركز في الدنيا، اذا خسر الدنيا وارد جدا ينتحر، لان المركزيه اللي هو اصلا كان عايشها سنه راحت. حلمه راح. ايه هو حلمك؟ الاخره. حلمك ترضي ربنا، حلمك تخش الجنه، حلم ده لا يتعارض مع اي سيناريو في الحياه. كان حلمي دي، حلم المنصب، حلمي ديت، حلم اتجوز فلانه، حلم اركب في كذا، حلم اعيش في المكان الفلاني، ما حصلش الحلم، يلا ننتحر. يبقى لازم الطامة يا اخواننا تسيطر، زي ما هي هتسيطر في الاخره على كل افكارك، هتلغي كل حاجه، مش هتفكر في حد، مش هتفكر في حاجه الا هي. يا ريت في الدنيا تبقى كده، تعملش حساب حد، تعملش حساب حاجه، تعملش حساب الا لله سبحانه وتعالى، مش حدش هينفعك. الطمع تنسيك كل حاجة، خليك دلوقتي مركز في الطمع، خليها تغمر كل أفكارك وتغمر كل تصوراتك، وهي تبقى مسيطرة على كل شيء. والله ستحمد هذا الأمر، ستنصلح حياتك كلها، هتعيش سعيد. إن أنت لما تترجم كل حاجة مع الآخرة تبقى كل الأحداث سعيدة. احفظ الكلمة دي مني، لما تعيش مع الآخرة سترى كل الأحداث سعيدة، لأن كل الأحداث توصل إلى الله سبحانه وتعالى لو احسنت فهم الرساله واحسنت الايه؟ الاجابه. وقلنا قبل كده كتير سليمان ربنا قال عليه نعم العبد انه اواب، وقال على سيدنا ايوب نعم العبد انه اواب. يوم يتذكر الانسان ما سعى. شوف ربنا بيقول، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من اصبح والدنيا همه، من اصبح والاخره همه. يبقى انت كده ايه المركزيه هنا، تمام؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كل الذنوب، كل ما فعلت ستذكره. أنت لا لو قلت لك تذكر ما فعلت من شهر تقول لي مش فاكر حاجة. يوم القيامة ستذكر كل شيء، لن تنسى خطوة خطوتها في الحرام أو في الحلال. يتذكر الإنسان ما سعى، وبرضه كأن الصورة تقول لك ساعة، ها شغال فين؟ ما أنت كده كده بتسعى، خد بالك.
انك كادح الى ربك ايه؟ كادحا فملاقيه. تفتكرش ان طريقك الى الله طريق فيه في تعب، كل الطرق فيها تعب. لو بعدت عن ربنا بتستريح، ما انت برضو تعبان. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، لكن ترجون من الله ما لا يرجون. مش كده؟ انك كادح الى ربك، كل الناس كادحه، كل الناس يغدو، فبائع نفسه. بس بعتها لانهي مركزيه؟ بائع نفسه. لو باع الاخره فمعتقها، باعها للدنيا او موبقها. وبرزت الجحيم لمن يرى. وكان لكل واحد حاول يغطي الحقيقه ديت وينساها، مش عايز يتكلم فيها. برزت، هتظهر لك اوضح ما تكون. كان في نوع من العتاب ومن الايه، من المعاتبه، يا من كنت لا تريد ان تتذكر الاخره، او لا تريد ان تكلم حدش، ما تكلمنيش في النار، قول لي جنه بس. برزت الجحيم لمن يرى، تاتي لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تقول وكلت بكل جبان عنيد. نسال الله السلامه والعافيه. برزت الجحيم لمن يرى، فاما بص من طغى المرض آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أما من خاف مقام ربه، خاف مقام، خاف مقامه بين مقام ربي تحت معنى مقام الله، يعني قدر الله. يقول لك أنت ليك مقام كبير عندي، يعني قدر كبير. فإما مقام ربي يعني قدر الله، خاف قدر الله، أو مقام ربي يعني مقام العبد بين يدي الرب، يعني وقفته قدامه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، هذا مقام العبد، فيقرره بذنوبه ويسأله بقى عملت ايه ورحت ليه وبتاع. هذا امر مخيف. ولمن خاف مقام ربه جنتان. نرجع تاني للخوف، ودي هو غاية التزكية. تمام؟ انما يخشى الله من عباده الايه؟ العلماء. كلما علمت الله ازددت له خشية. انا اعلمكم بالله واشدكم له خشية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من خاف مقام ربه، هذا الوقت الذي تقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يا له من مقام عظيم. ونهى النفس عن الهوى، بالتالي اللي يخاف ربنا يستطيع بسهوله ان ينهى النفس عن الهوى. خد بالك ما قالش وموت الهوى، الهوى لا يموت، يظل الهوى يصارعك طول ما انت عايش. تفتكرش ان انت ملتزم يعني ما عندكش هوى. في ناس فاكره ملتزمين دول يقول لك انت ان شاء الله انت مالكش في موضوع النساء. لا ليا فكره عادي يعني. لا مالكش في موضوع المخدرات. لا دماغي بتروح عادي يعني. انا بشر زي اي بشر، مش قصدي انا يعني، عموما يعني اي حد الناس تظن من الصالحين، انا بشر عادي، بهوى النساء وبهوى وعايز برضو اشوف وعيش حياتي وعايز الدنيا. بس فرق ان انت بتستطيع ان انت ايه تفكرها بالمعايير دي كلها، الاخره دماغك كلها في الاخره. طب وبعدين هنستفيد ايه؟ خلاص بياخد قرار سريع جدا. لا سريع جدا، وده الفرق. طب قرار حاسم سريع، بس هل الموضوع ده مش بيتردد عليك كل شويه؟ لا بيتردد عليك كل شويه، كل شويه يطلع تروح انت مديله بذكرى الدار بالاخره، تك تك تك، مقام الله، الدار الاخره، هنخسر ايه؟ هنكسب ايه؟ طب هنستفيد ايه؟ طب والموت؟ طب وحسن الخاتمه؟ طب هنطلع بيه في الاخر؟ لا انت قاعد بتنهى تك، هي تديك وانت تديها، تديك وانت تديها. عشان كده لازم الانسان يعيش على طول في ذكرى الدار، ان هو لو بعد عن التذكره ديت هياتي مره نفس تقول له يقول لها يلا بينا. عشان كده الانسان امتى يقع؟ لما ايمانه يبقى ايه؟ ضعيف. لكن انت هل معنى ان تلتزم ان انت الشيطان هيسيبك او انك انت مش هتراود نفسك؟ لا، ده انت الشيطان يجي لك اكتر بيجي لك تاني، بس انت بقى عندك مقومات تقدر تقول ايه؟ لا نشرب. لا هي كده صريحه. وكل ما تقول لا اكتر كل ما تسهل عليك بعد كده. يعني اول لا بتبقى تقيله، تاني لا خف شويه، بعد كده يبقى ده العادي بتاعك. عشان كده بعض السلف قال ايه؟ قال جاهدت هوايا حتى صار هوايا المجاهده. فهمت حاجه؟ ده تنين بقى. يعني هو بقى بيتلذذ ان هو يقول لا. في الاول كان بيتعذب وهو بيقول لا، بيسيب حاجه نفسه فيها، فهو يعني جاي على نفسه قوي بيقول لا قوي، كان نفسي. بعد كده بقى بيتلذذ ان هو يقول لا لا لا، وخلصت بقت بتخلص بسرعه. يقول جاهدت هوايا حتى صار هوايا الايه؟ المجاهده. سبحان الله، نهى النفس عن الهوى. فكل ما تقول لا كل ما الشيطان يتحبط اكتر لغايه ما يخف عليك بقى، ييأس منك. تمام؟ قال فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن ينجينا من النار. ثم قال تعالى في النهاية يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يعني هم بيستهلكوا الوقت في أسئلة يعني ليس من ورائها طائل، فيما أنت من ذكرها؟ لماذا يسألونك؟ أنت لا تعلم عنها شيئا. ثم هم أصلا حتى حين يسألون
ما يسألون للعمل، إنما يسألون تعنتا. أنت لا تسأل لتعمل، وكأنك تتعلم هنا ما تسألش سؤال إلا ستنتفع به. أعرابي كان يأتي يقول يا محمد متى الساعة، يروح محول له السؤال، تفرق إيه معاك متى الساعة، مهم أنت بقى جاهز وخلاص. ماذا أعددت لها؟ هي ده السؤال، ده السؤال، ماذا أعددت لها؟ شوط بقى نعمله أبحاث بقى نهاية العالم إمتى، ويقولوا نبوءة نهاية العالم كذا، نبوءة نهاية العالم كذا، هذا أمر عبث ليس له قيمة في أصلا، ولو كان له قيمة يعني ما يفيدك في شيء. كما قال يعني أحدهم، ما ينفعني أنا أن الجنة عرضها السماوات والأرض إذا لم يكن لي فيها موضع قدم. ما يفيدك أنت أن تكون الساعة في الوقت الفلاني إذا لم تكن مستعدا لها؟ وإذا كنت مستعد ما يضرك أن تقوم الساعة في أي وقت؟ ذلك الرجل لما قال النبي عليه السلام أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. انت 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 جاهز في اي وقت، انت بقى ايه اي وقت. وكمان الساعه مش ضروري تبقى الساعه النهائيه، الساعه النهائيه دي ليها اشارات وعلامات، لكن كل من مات قامت ايه، قامت ساعته، انتهى الامر، انت ممكن تموت في اي وقت. خليك مستعد وما يضرك شيء، الساعه بكره، الساعه دي دلوقتي، انا هموت دلوقتي، ما يفرق معي. كان بعض السلف اذا قيل له الساعه غدا ما زاد شيئا في العمل، هو اصلا عايش ان الساعه النهارده، تقول له بكره، ده انت كده بتريحه، ده ممكن يريح لغاية الليلة دي ويبدأ يشتغل من بكرة، ده هو فاكرها كمان شوية. تمام؟ فيما أنت من ذكرها، يعني أنت لست مسؤولا هذا الأمر، ولست مكلفا أن تعرفها، ولن تعرفها، إلى ربك منتهى علمها عند الله سبحانه وتعالى، إنما أنت منذر. ذلك جبريل قال ما المسؤول عنها؟ بيعلم السائل. لما قال له أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها؟ بيعلم جبريل اللي سأل النبي عليه السلام أخبرني الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما المسؤول، يعني أنا وأنت جبريل عارفين إن لنا عارف ولا أنت عارف، هو عارف إن ده جبريل، فقال ما المسؤول عنها، أنا بيعلم من السائل، يعني أنا وأنت ما نعرفهاش. وكده هو جبريل بيعلم بس الناس، هو كان درس ليهم، مش هو بيسألوا عشان هو بيظن إن هو عارف. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، كما جاء في آخر الإيه الحديث، إنما أنت منذر من يخشى. طبعا ذكر الانذار هنا بدون بشير ونذير، لكن الانذار هنا مناسب للايه؟ السياق، لان اصلا هنا لاحظ في تجديد في الصوره دي عن الصوره اللي قبلها، في هنا في وعيد، هنا بيتكلم واحد اعرض، بعد ما انا اقنعتك في النبأ انت لسه معرض، ففي الخطاب بقى اشد شويه، فهنا ذكر الانذار ده مناسب، منذر من يخشى. ثم قال تعالى مبينا حقيقه صادمه، هتعيش قد ايه؟ هتعيش يا ربنا قد ايه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. كمان يعني كمان طغيت وفجرت وعصيت، وفي الآخر بتبص وراك في الآخرة تكتشف أن أنت عشت نص يوم. بل ربنا وصف أمر أصعب من ذلك، قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، والله ستذكر الدنيا كلها كأنها ساعة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا كمان إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم. ذلك التقطيم بيبص بقى، بص بص الايه التبكيت، قال كم لبستم في الارض عدد سنين. ياه تخيلت، قال لي عصيت قد ايه، يعني فجرت قد ايه، مشيت مع بنات قد ايه، شربت قد ايه، اتفرجت على كم فيلم ومسلسل، بلطقت قد ايه، عشت كم سنه في معصيه الله، ايه رايك فاكرهم كام دلوقتي، كم لبستم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. قال ان لبستم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالإنسان يذكر إذا عصى، يذكر أن هذه الدنيا أقصر مما تتخيل وأحقر مما تتخيل، ولا تستحق أبدا أن تفعل في هذا. وإذا أطاع الله وشعر بمشقة الطاعة فليقل لنفسي إنما هي بضعة أيام، إنما هي ساعة. لذلك قالوا إيه، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، هي ساعة هتعدي وكلنا هتعدي علينا كأنها ساعة، خلص تيع ربنا فيها وهتخلص، هتخلص بسرعه، وكانك بتصبر نفسك، هتصلي قد ايه، هتصوم قد ايه، ما تقلقش هي كلها ساعه، ساعه وهنخلص، كانك ساعه وهتخلص، وكل شويه تقول لك هي ساعه وهنخلص، ساعه وهنخلص، بس تلاقي فعلا الساعه خلصت، وتلاقي نفسك في جنه عرضها السماوات والارض. ولو عصيت ربنا هي ساعه برضه، على ايه طيب؟ سبحان الله، كان ده النهايه، بتقول لك مهما قعدت هتقعد قد ايه، مهما فجرت، ده انت كمان هتنسى، هي ساعة وهتنساها. هتيجي يوم القيامه تطمع ولا فاكر أي حاجة، مش فاكر غير ذنوبك بس، لا فاكر لذة ولا شهوة ولا في أي بقي شيء من آثار اللي أنت كنت بتعمله في الدنيا. شوف بقى الصورة العظيمة دي زي بتربي الإنسان، وتدينا معاني عظيمة. مش عايز أطول عليكم،
أكثر من كده المرة الجاية بإذن الله تعالى نبدأ في سورة عبس. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.